كبير جدا. ولذلك فنحن نعتز بوجودنا في هذه المدينة المزيفة، في هذه المدينة التي سمعت الكثير من الأسماء اللامعة في الرياضة وفي الفن وفي كل مجال. وإذن كما قال المفتي زكريا في إليذته: جزائر هي بسمة الرب في أرضه، بسمة الرب في أرضه، بسمة من بسماته مدينة بوفاليك التي تحتضننا اليوم في ذكرى المولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. سنطرب ويطربنا الأستاذ كمال بالخلاف بمدائح دينية تحيي هذه المناسبة، لكنني مجبر على أن أحيي عدلان الذي هو من محبي كمال بالخلاف، وطريقنا هذا الذي يعشق مدينة بوفاليك والذي طبعا كما قيل لي لا بد من الحديث عنه. كل مدينة عندها واحد لتعتز به، نحن نعتز بكل الناس، لكن أدعو الجميع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا علم اليقين، أعلموا علم اليقين بأن كما قال علي كرم الله وجهه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نحن نتعلم من خلفائنا، نتعلم من كتابنا وأدبائنا، ونتعلم من بعضنا البعض، وفقنا الله إلى ما فيه خير هذا الوطن وخير هذا الدين. أترككم تستمتعون بكمال الخيرات. إلى اللقاء. أبدا. Thank you.
المشيح
القراني بعيد يا المدني ونوقف يا سيدي نحضر وارلي اروح شربون مدني لا تسقط يا مصطفى عمد في تاجي حتى يعود تحياجي فليس النعيم وزرقية ما دمت الشريك سيب لي عذاب باش نلقاهم حتى تنتبني وانت تجاوب معاهم وننزع برضاهم للكريم ربي والرجوية وفري في ما مضى والملك الواسع لا شريك له يا مصطفى يا في مقام وسبحة وعشرية قالوا هذا رشيد قد بيها المناقر يا سعد المريرة يا رحم لك لا يغدي علينا حجم يا رحم لك لا يغدي علينا حجم تنزل الجنة تزمن رامحنا ومنا عاد انتهنا أنا تخيل بحطي سيدة رقية محمد شبع رمضي وقول السلام الله جعلنا كنا يا مصطفى يا علي سيدي عشق الممجد على من يحصل الشهد على حبيب فيه ما هو نفسية من السحرة رسول عقد وهدى والشيطان هو فجيع القروبي أحيا مجي أصحاب اللي العشرة وجميع كل مليقة ما تخيل بالأقدار الصوفية ودني عن سؤالي حضرني يا فرقا يا عرض الوجه وبسلامنا على الشفار وحدي
كتبنا على الشعراء اللي كتبوا سنتنا ألف يوم طلب التسليم ما فاحظ عروسي على عبيدهم بكسود بلادي من يجي حتى فشه إلى معمى الطاقة يعرض السيدة حافظ السيدة اللي يكفلون يعمل على بيها صنها ويحضيها بالنار ما تديها إلى مهام قول بالكل الشيء ولها محفظ نسك لمضاعة نسك لمشتر يا مصطفى شفت رواية على القمر قال تقسم هذا الراجل كبير شيد الفؤاد قال لي يا مخلوق منين جيت لي تكلم وش هاد سلطان المفروض يخرج يترنى يخرج من محل الشرق جيت القم لا يعزم تصير مغمارة اليوم جيشو يتعلم تبدل حتى غيوان بسم الدين تكلم يا لي مسلم خوذ قياس من ساس الكلمة من بدل حتى غيوان بسم الدين تكلم يا لي مسلم خوذ قياس من ساس الكلمة يدفع جيش المؤمنين يا رحوم كل واحد منهم يديك من الروم غنيمة بعد تدفع قومة الشوم من دوارك تتحزن وعما مشيخ الإسلام يدفع أبقامة بعصاك الروح بجية مع الحرب سقم بالخوايط ربطول من الكريم مشهور الكلمة يعود حاكمنا يجري في البلاد يبكي ويخمم نرفزو على اللي جاء قبوب لينا مهزومة من بدل حتى غيوان بسم ربي يتكلم يلي يبسل مخوض قياس بساس الكلمة من بدل حتى غيوان بسم ربي يتكلم يلي يبسل مخوض قياس بساس الكلمة كبير عايش رطش عزيز في حليف ومستسلم على الجزائر دفن العوام مو حال مقيمة الشريف يخرج من الغرب على بلاده ويتكلم على مدينة وهران ولات الروم خديمة هكذاك 54 فايدة يا من تفهم فرنسيس بأذن القيوم فينا حكامة راك تعرف من الكفر الكذب والخلايق تتشعلم الغني ما ينفع بن عمه لا جوراب العمى انسات سوق السوق لا عيالنا من يغشم سماسريه في بحر بيغ يكرموا عوامه
الصغير يبغض البابا بالجباعة يتكلم يجاوبو بكلام المباح معظوم زعماء اليهودي في سواقة على فرش ويتنعم والعرب من قهرة الحكام رجعت تتميمة عدت البقرة تعدت الخبع صار يبرقم والسبع عاد اليوم تغيب والخمال تلتعوما والمدن حتى غيران وصارت المتكلم ياللي يبزل بقوة قياس الإحساس بالماء والمدن حتى غيران وصارت المتكلم يا تفقيك يا ساير يا لوديا يا خيي وخيي شابة وعزيزة عليا خيي وخيي شابة وعزيزة عليا مشينا البهجة نزور القصبة والعقيبة فكر فضيلة زيرية الحبيبة فكر فضيلة زيرية تونس بعبد الكريم تليفون وبازيدان تونس بعبد الكريم تليفون وبازيدان شي وردة ملبو فارق والبليدة شي وردة ملبو فارق والبليدة نضحهم على قبر بالعاشور يا البيضة نضحهم على قبر بالعاشور يا البيضة ربي يا ربي يا ربي يا ربي I'm gonna make you mine.